صباح الخير. صباح اليوم غنهضر معاكم على واحد القضيه مهمه بزاف، حيت نورمالمون كاع داكشي اللي كتكنهضر عليه تيقول لي الدراري لا انت صاحبي كدير شي مواضيع كدير التخربيق، فهمتي العجينه بوعو كيف فهمتي التخربيق، ماشي شي مواضيع هادفه ولا مهمه، واحد كي بحال الاحمق. دابا عندي واحد الاشكاليه غنطرحها دابا مهمه بزاف. هاد الاشكاليه هادي وهاد المشكل اللي كنعانيو منه هو هاد المشكل كنعيشو كل نهار، صافي باش نكونو متفقين، المشكل يومي كيعيشو الانسان خصوصا المواطن المغربي. هاد المشكل هو النعاس. النعاس باش كيصلح النعاس شنو محلو من الاعراض واخا باش نرتاحو؟ وعلاش اصلا نعسو باش نرتاحو؟ زعما كيفاش تتنعس ما كدير والو، فهمتي كطيح بحالك تبقى دايره كدير حتى لعبه صافي، وخصك تنعس، خصك تنعس باش تفيق لغد ليه. واصلا ملي كتنعس ما كت حالتك مكرفصه، كتنعس دايرها فمك محلول وكتخلع واحد يكون ناعس يكون في شكل، وكتبقى تحلم في الكذوب، تحلم شي حوايج تخربيق. شنو علاش داكشي؟ علاش داكشي زايد دي اوبسيون ما عندنا ما نديرو به؟ نعس تنعس شدير تضيع لك وقت في حياتك، كدير حتى لعبه غير دير 12 ساعه ولا ماعرفتش 7 السوايع كتمشي هكا. راه داكشي علاش حنا ما درنا والو، ما زدناش القدام ورا داكشي. دابا علاش خصنا نهضرو في هاد المشكله ديال الناس؟ خصهم يحيدوا الناس. الناس ما عندنا ما نديرو به، واصلا كون بغاو يديروا النعاس هاد الناس هذا كون بغاو يديروه كان خصهم يتشاوروا معانا، ماشي معقول. حيت دابا ولا كاين دابا العلم، كاين الطب، كاين بزاف د الحوايج، مازال شحال هادي نقولوا واخا كان نعاس دابا خصو يلقاو حل بان الانسان ميناش. دابا كاين العلم، كاين التكنولوجيا، كاين علم الصيدله وداكشي ديال الطب وداكشي، يقدروا يحلوا هاد المشكل هذا. ايه مالو؟ واصلا واحد القضيه، هذاك التخربيقه ديال هذاك خينا اللي دار داك توقيت غرينيتش، راه الله يهديه وصافي، زعما راه حشومه علي. كيفاش ديك اللعبه ديال 24 ساعه في النهار و 8 12 2 6 التخربيق هاد؟ بدهم تيخور. واصلا حنا في الكره الارضيه، حنا عندنا نظام ديمقراطي في الارض، كوكب الارض هو نظام قائم على الديمقراطيه. في هذه الحاله هذه خصنا نعاودوا الانتخابات ديال هاد التوقيت ديال غرينيتش، شتو تبدل باش بنادم يعزل، واش نخدمو في الليل ولا نخدمو في النهار؟ باش اللي بغى يعيش في الليل يخدم في الليل، ولا بغاو يخليو، ولا بغاو يخليو داك النعاس ما بغاوش يسمحوا فيه اللي ينعس في الصباح. وفي هذه الحاله هذه القانون غيولي كيفرض على الانسان انه ملي كيوصل لسن البلوغ ديال 18 عام ولا 16 عام على حساب، هذيك الساعه غيعزل. الحياه ديالو كيفاش غتكون؟ واش هو غيكون ما بين الناس ديال الليل ولا ما بين الناس ديال النهار؟ وفي هذه الحاله غتكون عندنا ديما بيرمانونس، ديما الناس كيخدموا في الليل وناس كيخدموا في النهار على حساب، فهمتي؟ تلاقى مع صاحبك، انت مصحاب الليل ولا مصحاب النهار؟ انا مصحاب الليل، انا مصحاب النهار، فهمتي؟ واش بقى القضيه غاده بحال هكا، فهمتي؟ وتخص كامل خصو يتعاود. راه زعما راه حنا كوكب الارض، راه كوكب ديمقراطي وهادي سي با نورمال. الناس هذا ما عندنا ما نديرو ليه، راه زايدين وهكاك تخربيق. قناس ليش ناعس؟ ليش قلت قاعد قناس؟ اصلا الليل زوين، الليل ترونكيل بيس بخير بكميتا تخربيق. هذا الموضوع ضر حقكم، ديروا مظاهره قول لهم حيدوا لنا النعاس، تبقى ناعس دير ودي.